تعتبر الثروة الداجنة في مصر من الأعمدة التي يستند عليها الاقتصاد المصري الرسمي والموازي، حيث توفر قدراً ليس باليسير من احتياجات البروتين الحيواني للفرد. وفي ظل ارتفاع أسعار اللحوم وعزوف الكثير من الفقراء وعجزهم عن شرائها، فتعتبر الدواجن هي الملاذ الأفضل والأرخص لجمهور المستهلكين. مرت الثروة الداجنة في مصر بمراحل عدة أثرت على قطعان كبيرة من الأمهات التي كانت تنتج البيض، ولذلك تهتم الحكومة بتوفير الأمصال اللازمة للوقاية من الأمراض المتوطنة والمتعلقة بالثروة الداجنة، مع غلق أبواب الاستيراد من الدول التي تصاب قطعانها بأمراض أخرى تنقل معها إلى مصر. كما أن أسعار الأعلاف قد تخطت جميع الحواجز، فضلاً عن أن الصناعة قد هجرها الكثير من العمال. إن صناعة الدواجن في مصر تعاني من النقص الحاد في العمالة المدربة الماهرة والتي تستطيع التعامل مع الثروة الداجنة ومتابعتها، كما أن بعض المربين قد تحولوا إلى مستوردين بسبب عدم قدرة المنتج الوطني على مواجهة المستورد، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف التربية عموماً. إن الثروة الداجنة في مصر مهددة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية والأمصال في ظل انتشار الأمراض والأوبئة المتوطنة، وعلى الحكومة توفير المناخ الملائم لصناعة الدواجن في مصر حتى تستطيع أن تستعيد عافيتها مرة أخرى. حضراتكم شفنا مع بعض هذا تقرير عن صناعة الدواجن في مصر. خلينا نتعرف أكتر على هذه الصناعة، عدد العاملين بها، ونتعرف بعد كده على أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في مصر وكيفية مواجهة هذه الظاهرة، لأن احنا محتاجين فعلا أن أي سعر في مصر يرخص، يعني كل الأسعار بتغلى، هل الإنسان المصري كده هيقدر يواصل ويعيش ولا لأ؟ خلينا نركز على هذه النقطة. بنرحب بالمهندس سعد عبد الشافي، عضو الغرفة التجارية شعبة الدواجن. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. باشمهندس سعد، عايزين الأول نلقي الضوء على الصناعة دي، بيعمل بها قد إيه من العاملين، والاستثمارات فيها بتبلغ قد إيه تقريبا في مصر؟ هي الاستثمارات في مجال الإنتاج الداجني في مصر يتخطى 61 مليار جنيه، فده رقم مش قليل. 61 مليار، ده رقم كبير جدا، رقم أكيد ده يعني اقتصاد دولة. فإحنا نود أن يكون هناك توجهات ورعاية من الدولة لهذا المجال، لأن هذا المجال يعمل به الكثير من العمالة المصرية، فهو ينقصه الكثير من الاهتمام والرعاية التي تود به إلى النجاح، لأنه لا بديل بعد في البروتين الحيواني من إنتاج الدواجن. عدد العاملين قد ايه تقريبا في القطاع ده؟ تقريبا نقدر نقول عدد العاملين يتخطى ال 2 مليون عامل في مجال الدواجن. فبنتكلم عن 2 مليون اسره، فاذا كان 2 مليون عامل يعني حوالي مثلا 10 مليون فرد في مصر يعني بيعملوا هذا المجال. على هذا المجال. طب جميل جدا، حضرتك بتتكلم عن دعم الدوله، لكن قبل دعم الدوله، الدولة بالفعل دعمتكم في شيء معين، هي انه من يعني شهر او اتنين كان في قرار باستيراد الدواجن من الخارج، وبعد ما اصدرت هذا القرار رجعت الدولة عنه لحماية الصناعة المحلية. أكيد. وكلنا كنا واقفين جنب الصناعة المحلية للدواجن ومش عايزين نندم. المواطنين بدأوا يحسوا انه ليه غليتوا اسعاركم، بما ان احنا كمان وقفنا جنبكم وقلنا خلاص مش هناخد حاجة مستوردة ارخص منكم. ايه الاسباب؟ هي الاسباب ان الدولة بالفعل وقفت في عملية الغاء القرار الذي اصدرته، ولكن محتاجين تقف الدولة من الناحية البيطرية، يبقى في اشراف بيطري، الوحدات البيطرية الموجودة على مستوى الجمهورية محتاجة تفعيل، لان هي بالفعل لو حصل تفعيل في مجال الطب البيطري عندنا وكان في رعاية وفي اشراف وفي ارشادات للمربي، بالفعل احنا هننهض بهذه الصناعة، هنقفز بها قفزة الى الامام، هيرجع السعر الى الخلف. انما احنا النهارده بنعاني من غلاء الاسعار لاسباب. ايه هي الاسباب؟ ان هي قله المعروض واهم سبب. طب قله المعروض هل انتاجنا قليل؟ لا، انتاجنا مش قليل،
احنا النهارده بننتج ما يقرب من 2 مليون طائر او 2 مليون كتكوت يوميا. حجم انتاجنا اليومي في هذا الصناعه فده كافي ان هو ممكن يسد الاحتياجات في مصر. او نقدر ندعم هذا بايه؟ ندعم ان احنا نحارب المشاكل الفيروسيه اللي هي بيتعرض لها المزارع او بتتعرض لها المربيين. طب حضرتك بتقول لي اذا ان انتم محتاجين نوع من الرعايه البيطريه للمزارع، لكن في كتير من المزارع دي مش مرخص. عندنا مشكله اساسا في ترخيص المزارع، يعني احنا انا اعرف انه حوالي 60% مثلا من المزارع الموجوده للدواجن هي مزارع غير مرخصه وموجوده في وسط احياء سكنيه او اماكن يعني فيها قاطنين في مرض الانفلونزا، وده ما بيساعدش على قواعد الامان الحيوي. بالفعل هي في نسبه 60% من هذا المجال هي من صغار المربيين، ولكن هنا الدوله لازم تتدخل، تتدخل لكي تحصر هذا العدد حصر دقيق. بالفعل بطرق عده، منها ان احنا نجذب المربي الصغير ونعمل له تصريح مؤقت لحين نديله فرصه ان هو يبدا ياخد تصريح يشتغل بيه، وبعد ما ياخد التصريح ممكن الدوله تدعمه. عندنا الصحراء الغربيه فاضيه، عندنا اماكن في الصحراء شاسعه، نستغل هذه الاماكن. اننا لو جبت المربي الصغير وعرضت عليه هذه الفكره ان هو هياخد تصريح مؤقت بالمزرعه بتاعته اللي شغاله لفتره مؤقته لحين ينتقل، ان انا اوفر له مكان في الصحراء يبدا ينشئ المشروع بتاعه فيه. طيب الدولة كانت عرضت قبل كده حكاية إنشاء مزارع دواجن في الظهير الصحراوي علشان يعني نتخلص من المزارع غير المرخصة وتكون الرعاية البيطرية بقى بشكل جيد. وصلتوا لغاية فين في الموضوع ده؟ هل تم مناقشات بينكم وبين الحكومة في حكاية المزارع اللي في الظهير الصحراوي ودي ممكن تأثر عليكم إيجابا؟ هي بالفعل لو اتطبق هذا المشروع وهذا المجال ده هيدي دفعة كبيرة للأمام في هذا المجال. وهيدي دفع ان احنا الاسعار تتراجع بشكل كبير جدا. لكن اسباب ارتفاع الاسعار من ضمنها ان هو ارتفاع سعر الخامات، ارتفاع سعر العليقة، ارتفاع سعر المنتج نفسه، تكلفة المنتج نفسها بقت عالية. النهاردة طن العلف بيتخطى 7000 جنيه من المصنع، فبقى وسعر الكتكوت النهاردة بيتراوح من 5 لـ6 جنيه. برضه في ارتفاع في اسعار المنتج قبل ما يبقى فيه ارتفاع، يعني التكلفه نفسها بقت عاليه، بالاضافه الى سعر الادويه، سعر الامصار، كل الاسعار دي. لان احنا نقدر نقول 90% من احتياجاتنا في مجال الدواجن بنستوردها من بره. طيب بس يعني المفروض ان الحاجات دي غليت مره وخلاص، واحنا عرفنا الغلاء ده نسبه الجنيه للدولار بعد التعويم، فخلاص قادرين نحسب حساباتنا. ليه الدواجن بتغلى كل يوم؟ يعني كل يوم فيه علاء يعني لنقص المعروض. هي دي نقطه اساسيه لنقص المعروض. النهارده احنا انتجنا 2 مليون طائر، يدخلوا المزارع ال 2 مليون بيطلعوا مليون، بيطلعوا اقل من مليون، لدرجه ان الاصابات النهارده بتخش عنابر بتدمرها لغيابه الرعايه، لغيابه الفهم بتاع المربي، لعدم الرقابه الموجوده، بالاضافه الى السعر اللي موجود في السوق النهارده مفيش رقابه عليه. يعني سعر المزرعه النهارده بيطلع ب 25 او 26 جنيه سعر الكيلو في المزرعه، لكن هنا مفيش وعي ان في السوق يبقى في رقابه من التومين. السعر طالع من البورصه 25، انا كمربي او كمزرعه بنفذ بسعر البورصه، ما اقدرش اخالف سعر الدوله اللي هي معلن بيه. خلينا نتكلم عن حكايه البورصه دي، يعني ايه بورصه دواجن؟ احنا ما كناش نسمع عنها في الاول، فكلمنا عن بورصه الدواجن دي وبتعمل ايه او بتنظم ازاي حركه البيع والشراء؟ بورصه الدواجن بتنظم حركه البيع والشراء بناء على العرض والطلب. حسب المعروض عندها ايه، النهارده في كميه لحم معروضه قد ايه، فعمليه عرض وطلب. في عرض النهارده في السوق فالسعر بيبدا ينزل، مفيش عرض فالسعر وفي طلب، فالسعر بيبدا يرفع، فبيضطر ان هو لازم يرفع السعر. حضرتك بتقول لي ان السعر من المزرعه 25 جنيه. طيب ما هو عبال ما بيتنقل بقى يوصل عند الراجل اللي بيبيع الفراخ في السوق ب 35. تبقى الرقابه عارفه ان هي حاطه هامش ربح 2 لـ3 جنيه على سعر الكيلو اللي طالع بيه، انما النهارده انا بروح الاقي التاجر بيبيع ب 35 جنيه في السوق. طب يعني هو التاجر واخد 10 جنيه في الكيلو، فده فرق كتير. فاحنا النهارده لو بننادي بارتفاع الاسعار، في غلاء في الاسعار، لا ده مش طالع من المزرعه. انما المزرعه بيطلع السعر ب 25، بيبقى 26، اقصى حاجه وصلت لها البورصه النهارده بالامس كان السعر 27 جنيه. ما هو باش مهندس يا دوب، هو برضه التاجر هيقول لك ما انا بعمل نقل
وبيوصل في تجار وسطاء. معروفه تكلفه النقل حضرتك على الكيلو النهارده، متوسط وزن الفرخه بيبقى 2 كيلو، فالنهارده لما هو يحط 3 جنيه على سعر الكيلو ده كده بيغطي معاه النقل وبيغطي التكلفه وفي نسبه هامش ربح ليه. انما هو بيحط كده 10 جنيه على الكيلو او 11 جنيه وفي تجار بتحط اكتر من كده، فده راجع لعدم الرقابه على الاسواق. لازم يبقى في رقابه على المحلات، على السوبر ماركت اللي بيبيع الفراخ النهارده السعر قد كام وانت بتنفذ البيع بكام. يبقى انا كده ما خليش المواطن او المستهلك بتاعي يبقى فرصه للتاجر ان التاجر يحتكر السلع عنده، ان النهارده ما فيش معروض فيجي التاجر يخزن عنده في المخازن بتاعته ويبيعها بعد يوم واتنين. لكن اتحاد الدواجن لما قامت فكره رجوع الحكومه عن الاستيراد من الخارج، تعهد اتحاد الدواجن بتوفير الكميات الملائمه للمواطنين وانه كمان هينزل كميات المجمعات الاستهلاكيه عشان تباع بسعر اقل. هو بالفعل حصل الكلام ده، ولكن في حاله عدم الاصابات. احنا النهارده بنتكلم اصابات بتعدي، يعني في بعض المزارع بيوصل فيها نسبه الاصابه 100%. يعني هو النهارده بيبقى في مزرعه المربي مدخل 50,000 فرخه ممكن بتوصل نسبه الاصابه عنده ل 50%، يبقى ال 50,000 طلعت 25,000 فرخه. فهو مش هيغطي كده ايا كان السعر اللي هو بيتكلم فيه، مش هيغطي سعر التكلفه بتاعه ال 50,000 لان هو بيبيع في 25,000 فرخه. فبالاضافه ان كده قلت المعروض في السوق. فكده احنا ده اللي احنا الدور اللي بنتكلم فيه، دور الاداره والرعايه البيطريه، دور يبقى فيه ارشادات من الوحدات الطبيه البيطريه للمزارع للمربيين. النفوق العالي اللي حضرتك بتتكلم عنه هو المفروض بيبقى فيه نسبه نفوق طبيعيه من كام لكام؟ وهي دلوقتي اصبحت كام؟ نسبه النفوق الطبيعيه في اي مزرعه بنتكلم في 5%، في 3%، 7% اقصى حاجه. انما احنا النهارده اقل مزرعه بنتكلم في نسبه نفوق فيها بتتعدى، اقل مزرعه النهارده بتتعدى 25%. ده النهارده في ظل الجو اللي احنا فيه وفي ظل البيئه والمناخ اللي احنا فيه بيبقى نفوق، اقل نفوق بتمر بيه حاليا اي مزرعه على مستوى الجمهوريه 25%. ده بسبب انفلونزا الطيور بالتحديد ولا حاجات ثانيه؟ احنا لو نرجع لمشكله انفلونزا الطيور في 2006، النهارده في مصر مفيش انفلونزا الطيور. في اصابات ثانيه، في حاجه اسمها اي بي، في حاجه اسمها نيوكاسل، في حاجه اسمها جمبورو، في دي كلها اصابات فيروسيه. طب راجعه لايه؟ الاصابات دي بدات تنتشر بطريقه رهيبه عندي، راجعه ان انا عندي في سوق عملية التوزيع بتاعت الفراخ في سوق في الإدارة بتاعتها. التاجر بيجي من الصعيد من أقصى الجنوب بياخد بينقل فراخ من هنا من مصر من القاهرة. فهو كون التاجر ياخد النقلة يبقى فيها إصابة فيروسية، يبقى هو نقل من الفيروس من القاهرة لحد الصعيد. ودي حاجة كنا بنطالب بيها كلنا، إنه الأسواق ما يكونش في تبادل للدواجن الحية بين المحافظات وبعضها، ولا يكون في أسواق علشان ما تنشرش هذه الفيروسات. طب كلمة أخيرة حضرتك، تطلبوا إيه في مقابل إن السعر يقل؟ إن المزرعة في العادي ممكن تبيع ب 18 ب 19 فيوصل لنا إحنا ب 25، لما المزرعة برضو تبيع ب 25 و 26 أكيد هيوصل لنا ب 35. فإيه الحاجات اللي بتطلبوها تاني ممكن يعني الدولة تعمل عليها خلال الفترة اللي جاية علشان الأسعار تقل؟ الدولة تعمل على تبص لتكلفة للتكلفة الفعلية بتاعة الفرخ بتاعة المنتج. النهارده شوف تكلفة المنتج، حط قواعد لتكلفة المنتج. المنتج النهارده بيكلف سي، نقول مثلا الفرخة بتكلف 20 جنيه وحط نسبة هامش ربح للمربي وطلع السعر بناء عليه. إنما النهارده مفيش مقارنة بين سعر التكلفة وبين السعر اللي في السوق. أنا بشكر حضرتك، وواضح إن الأزمة دي هتفضل مستمرة طالما سعر الأعلاف مستمر في الغلاء، طالما في سعر أدوية يعني مستمر في الغلاء، محتاجين رعاية بيطرية أكتر، محتاجين نقلل نسبة النافق من الدواجن علشان يزيد المعروض. بشكر حضرتك مهندس سعد عبد الشافي عضو الغرفة التجارية شعبة الدواجن، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. دي كانت إطلالة سريعة على موضوع ارتفاع أسعار الدواجن، ودايما بنقع في ديلاما مين الأول، البيضة ولا الفرخة، بمناسبة إنها يعني فقرة عن الدواجن. نروح بعد شوية بعد الفاصل لفقرة أخرى، هنتكلم عن ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري اللي استشرت خلال الخمس سنوات الماضية. نسبة الطلاق في عدد الزيجات الحاصل بيصل إلى 40%. ليه نسبة الطلاق دي مرتفعة؟ الأسباب الاجتماعية اللي تقف وراء الطلاق، الفرق بين الطلاق الشفوي والطلاق الموثق، دي كلها موضوعات هنطرحها في فقرتنا القادمة مع الشيخ محمد عون المأذون الشرعي والمتحدث الرسمي باسم نقابة المأذونين الشرعيين على مستوى الجمهورية. فابقوا معنا.